هنعمل فرخة محشية. مكونات الحشو: كبد وقوانص، بصلة وسط متقطعة مكعبات، ورز مغسول كويس ومتحمر بمعلقة زيت ومعلقة سمنة، ومعانا معلقة فلفل ومعلقة ملح، ومعانا الفرخة مغسولة بالدقيق والليمون كويس جدا، نغسلوها كويس جدا عشان ريحة الزفارة، وسيبوها شوية في الدقيق والملح. هنحط دلوقتي البصل وهنحط عليه رشة فلفل ورشة ملح وندعكه كويس جدا. هننزل دلوقتي بالرز المتحمر كله، وبعدين الكبد والقوانص، بعد كده نحط كمان رشة ملح ورشة فلفل، وهندعك الفرخة كويس جدا بالفلفل. من جوه ادعكوها كويس جدا عشان بتدي ريحة وطعم حلو. وهنقلب دلوقتي المكونات ونحطها على النار بمعلقة مية. نحط دلوقتي معلقة المية. دلوقتي المكونات جاهزة معانا واستوت نص سوا، هنحشي بيها الفرخة. هنقفلها معايا خلة، هقفلها بيها. واكمل من فوق في الزور، بتحشي الفرخة كويس جدا وبتقفليها كويس. ومعانا خلة تانية نقفلها بيها. ومعانا حلة فيها ورق لورا وحبهان ومستكة وطماطماية صغيرة، وهنحط فيها الفرخة. طبعا المية تكون بتغلي. هنحضر طاسة فيها زيت وسمنة، وبعد ما تطلع الفرخة من الحلة هنحمرها وبالهنا والشفا.